اوكي اي ستارتد ريكوردينج. النهارده يا جماعه ليكتشر ليكتشر نمبر 5، وهي عن الترانسبورتيشن. الحقيقه الليكتشر دي مختلفه شويه عن الليكتشرز اللي قبل كده، لان السبيكر كان عنده problems في الانترنت كونكشن and we were not able to show his photograph or even the slides. Therefore المحاضرة اللي هيقولها الدكتور حسن مهدي النهاردة، هو خبير الاتصالات ومدير معهد النقل وأستاذ عندنا في الكلية، هيتكلم بس أوديو، وبعد كده بقية المحاضرة we will see some related videos عن المشروعات اللي ليها دعوة بالمواصلات في مصر. اوكي يا شباب. هلو سامعيني يا جماعة؟ تمام يا دكتور. جميل. شايفين ايه دلوقتي؟ الفيديو دكتور حسن مهدي. تمام اوكي يلا ليتس ليسن. طبعا هو الفيديو اوديو، لكن صراحه كميه المعلومات اللي فيه وكميه الرسائل قويه جدا بالرغم ان مفيش صور. رحيم يشرفنا الاوديو حضراتكم للحديث عن ما حدث من يعني كبيره في قطاع النقل تدعم مشروعات التنمية المستدامة وخطة الدولة في المشروعات القومية اللي بتتم. هذه المشروعات القومية ما كانت لتتم بدون ما يكون في بنية أساسية. هذه البنية الأساسية بتشمل وسائل النقل المختلفة، منها النقل البري، يعني بنتكلم على شبكات طرق، ومنها النقل السككي، يعني نتحدث عن سكة حديد، سواء إذا كانت السكة الحديد القائمة أو السكة الحديد الخطوط الجديدة اللي بيتم مدها، سواء من خلال ما يسمى بمشروعات النقل العام والجماعي. نتكلم عن خطوط مترو الأنفاق الجاري استكمالها، نتكلم عن مشروعات ربط المدن الجديدة ومنها العاصمة الإدارية الجديدة باقي أجزاء إقليم القاهرة الكبرى، بمشروعات زي المونوريل اللي بيربط العاصمة الإدارية بتجمعات شرق الدائري بمدينة نصر بطول 58 كيلو و22 محطة عضوية. لما نتكلم عن مونوريل آخر، مشروع آخر لربط السادس من أكتوبر بمنطقة الشيخ زايد ومناطق روض الفرج وباقي أجزاء محافظة الجيزة. لما نتكلم عن قطار كهربائي خفيف اللي هو الـ LRT أو اللايت ريل ترانزيت، ده هيبقى برضو يربط العاشر من رمضان وبالبيس والتجمعات شرق الدائري ومنها العاصمة الإدارية الجديدة. ليه الدولة بتهتم بهذه المشروعات العملاقة اللي بعض الناس شايف إن إحنا يعني دخلنا هذا المجال بشكل أكثر مما يعني أكثر عمقا مما ينبغي؟ ببساطة شديدة لو اتكلمنا على خريطة مصر هنلاقي أن تعداد سكان مصر 86 كان 48 مليون نسمة. مش سامعين صوتك يا دكتور حسن، في حاجة في المايكروفون. هلو هلو
شباب انتوا سامعين حاجه؟ هل تمام الفيديو دلوقتي ما فيهوش حاجه ولا نعم انا مش عارف هو ده في الفيديو ولا ده في المحاضره هنا بصراحه. لا معلش دلوقتي انتوا سامعين؟ علي السلام عليكم. وعليكم السلام يا دكتور. احنا فقدنا الاتصال معلش، يبدو ان انا كنت شغال على الباقه بتاعه الموبايل، يبدو ان في مشكله عشان تمام. كده انا يعني شغلت النت بتاعه الكليه يعني. تمام يا فندم اتفضل يا دكتور. فبنقول ان الدوله اهتمت بانها تعمل مشروعات تعالج بيها اخطاء الماضي، لان ما كان يقدم في مجال البنيه الاساسيه في العقود الماضيه كانت بمثابه حلول مسكنه وليست حلول جذريه متكاملة مع بعضها. فمن 2014 الدولة بدأت تشتغل على النهوض بكافة قطاعات البنية الأساسية في صورة مشروعات قومية. لما نتحدث مثلا على قطاع زي الكهرباء هنلاقي إن كان عندنا مشاكل في الكهرباء، والكهرباء ما كانتش مستمرة ومنتظمة، وكانت حتى في المناطق الراقية بتقطع بساعات طويلة، وفي بعض الأماكن ما كانش فيه طاقة كهربائية أصلا، خصوصا لأهالينا في محافظات الجمهورية في الريف وفي الصعيد. فكان لابد ان احنا نشتغل على هذا الاتجاه، وكان طبعا مشروعات قومية بإنشاء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة يعني الجديدة، سواء اذا كنا بنتحدث عن الغاز بعد ما ربنا كرمنا بحقل ظهر واصبح عندنا انتاج من الغاز، اصبح دلوقتي عندنا 30% فاقد في الكهرباء، بالإضافة لأن احنا منتظرين محطة الضبع النووية إن شاء الله تلتحق بالخدمة، ولدينا القدرة على أن احنا نربط مع دول الجوار الإقليمي ونديهم طاقة كهربائية، ويبقى في عندنا شيء من التكامل مع الاستفادة الاقتصادية. طبعا ما فيش حاجة ببلاش. فالنهاردة أنا ليه بدي المقدمة دي؟ أنا مش جاي أتكلم في الكهرباء بس، لما الدولة فكرت على أنها تعمل المشروعات الجديدة في مجال النقل السككي بدأت تشتغل في الجر الكهربائي باعتباره ان هم بيقولوا عليه النقل الاخضر او النقل صديق البيئة والكلام ده كله. انا ما كنتش اقدر اعمل ده وانا ما عنديش طاقة كهربائية. يعني الناس اللي كانت بتقول الدولة مصممة على انها تستخدم الجر بالديزل في السكة الحديد وده ليه مشاكل على البيئة وانبعاثات غازية والكلام ده كله، ده نتيجة لان ما كانش فيه بديل. لما اصبح فيه بديل عندي من خلال الطاقة الكهربائية، فاتجهت الدولة في المشروعات الجديدة كلها، سواء في مترو الأنفاق أو في المونوريل أو في الـLRT أو في غيرها من وسائل النقل، إنها تتجه إلى الجر الكهربائي باعتباره أنه هو صديق للبيئة وأقل طبعا في التلوث والكلام دوت. ده من ضمن الاعتبارات اللي ممكن يعني المواطن العادي ما ياخدش في الاعتبار إيه تشابه الامور مع بعضها. يعني انا دايما في الندوات او اللي بحضرها الناس تقول ايه انتوا في السكه الحديد لما جيتوا تطوروا رحتوا جايبين جرارات بتشتغل بالديزل والناس كلها شغاله كهرباء وانتوا مش عايزين تواكبوا العصر ومش مهتمين. وهو طبعا اللي بيتكلم ظاهر الكلام جيد، لكن ما هوش عارف ان انا ما كانش عندي طاقه كهربائيه عشان اشغل بيها جر كهربائي في سكك حديد مصر. فلما بقى عندي موجود محطات الكهرباء الجديدة والفائض في الطاقة قدرنا ان احنا ننتقل الى ذلك. تحدثنا عن ان النقل له ادوات او بيسموها في علم النقل وسائط. الوسائط دي هي النقل البري، وزي ما قلت لحضراتكم ان النقل البري الدولة عملت شبكة قومية في الست سنين اللي فاتت ربطت مفاصل الدولة ببعضها، بقى في عندي محاور طولية وعرضية، وكانت مصر بتفتقد في الواقع للمحاور العرضية اللي هي من الشرق للغرب يعني مش من الشمال للجنوب، اللي ربطت محافظات كانت محرومة من التنمية، وخصوصا لأهالينا في صعيد مصر. أنا بقى عندي محاور على النيل كل 25 كيلو بالتقريب في كوبري، في حين أن قبل كده كان في محافظات ما فيهاش غير كوبري واحد على النيل. يعني تخيل حضرتك تمشي المحافظة كلها عشان تعبر من الشرق للغرب أو العكس. فكل دي كانت تحديات بتمنع أو بتعوق التنمية الحقيقية. فلما الدولة عملت محاور على النيل زي بديل خزان أسوان وكلبشة وقوص وضراو وعدلي منصور وغيرها من المحاور اللي ربطت شبكة الطرق شرق وغرب النيل، عملت تنمية حقيقية وفتحت ظهير صحراوي لهذه المحافظات اللي كانت طاردة للسكان، فأصبح أهالينا في هذه المحافظات يستطيعوا أن هم يجدوا فرص عمل ولا ينزحوا إلى
المحافظات الكبيرة زي القاهرة واسكندرية والجيزة وغيرها علشان يجدوا فرصة عمل. مش كده وبس، ده احنا وطننا كمان صناعات، منها صناعات تكنولوجية ومنها صناعات مواد خام. يعني لما نتكلم عن شركات التكنولوجيا زي سامسونج وغيرها شغالة في بني سويف، مصنع على أعلى مستوى لإنتاج الإلكترونيات في محافظة من محافظات صعيد مصر. لما نتكلم أيضا على مجمع مصانع الأسمنت اللي اتعمل برضو في منطقة بني سويف، ونشوف أن يعني كمية الأسمنت اللي بتلبي احتياجات السوق المحلي، وإن شاء الله كمان يكون في فرصة للتصدير. هذه الأمور لم تكن لتتم من غير ما يكون عندي بنية أساسية، وعلى رأس البنية الأساسية النقل، لأن أنا هنقل المنتج بتاعي إزاي، هوصل للمكان ده إزاي. لما نتكلم برضو عن الدلتا الجديدة ونشوف استصلاح الأراضي اللي بيتم في جنوب محور الضبع، والمية اللي هتتنقل من خلال ترعة الحمام اللي جايبة كل مياه الصرف الزراعي بيتم نقلها، الطاقة القصوى هتكون 10 مليون متر مكعب يوم. ده رقم، يعني عايز أقول لكم رقم كبير جدا، مع محطات معالجة عملاقة علشان أقدر أخد مية الصرف الزراعي أعالجها وأرجع أزرع بيها ملايين الأفدنة. أنا روحت الدلتا الجديدة وشفت حاجة مبشرة جدا، لما تروح وتشوف أراضي صفراء أو صحراوية بتتزرع بأحدث أنظمة الزراعات زي البيفوتس والري المحوري، حاجات بتطلع من هذه المناطق زي الخضروات والفواكه وخلافها. كل هذه الأمور طبعا الدولة بتعظم من هذه المشروعات اللي بيكون لها عائد علشان يوفر حتى الغذاء، لأن الغذاء في حد ذاته أمن. يعني بنقول الأمن الغذائي لما وفر النهاردة السلع الاستراتيجية زي القمح وزي غيرها، كل هذه الأمور مشروعات عملاقة تتطلب مشروعات نقل، وبالتالي بالتوازي مع مشروع الدلتا الجديدة عندنا محاور بتنشأ ومحاور بيتم توسعتها. يعني لما نتكلم على توسيع طريق الضبعة، توسيع طريق اسكندرية الصحراوي، توسيع طريق وادي النطرون العالمين، ليه الكلام دون؟ ليه؟ لأن أنا عندي يعني مشروعات زراعية مش هتقتصر على الإنتاج الزراعي، لكن هيكون في تصنيع زراعي وهيكون في فرصة للنقل، وإن شاء الله كمان يكون في فرصة للتصدير. فده هيكون لي حاجة إلى وجود شبكة طرق جيدة علشان أقدر أتحرك عليها. لكن ده مجهودات الدولة في قطاع النقل البري. داخل المدن كمان عندنا بعد ما أكملنا الشرايين الرئيسية اللي ربطت مفاصل الدولة ببعضها وساهمت في أن تقرير التنافسية العالمية أنصف مصر وارتفعت ترتيب مصر في مجال جودة الطرق 90 نقطة من المرتبة 118 المرتبة 28، لم يأتي ذلك من فراغ، ولم تكن الدولة تقوم بإنشاء هذه الطرق حتى يشهد لها المجتمع الدولي، لكن إحنا أخلصنا في حل مشاكل محلية، ولما عملنا كده المجتمع الدولي أشاد بينا. يعني أنا يحضرني مقولة منسوبة للكاتب الكبير رحمه الله نجيب محفوظ، كان بيقول إن الغوص في المحلية هو السبيل للوصول للعالمية. لما حضرتك بتحاول في المجتمع اللي أنت عايش فيه إنك تعمل حاجة كويسة، العالم كله بينظر للتجربة بتاعتك على إنها حاجة يحتذى بها وإنها حاجة تقدر. فإحنا كان هدفنا من المشروع القومي للطرق هو دعم مشروعات التنمية وفق خطة وضعها الدولة، وكل طريقة عمل من خلال المشروع القومي كان بيخدم مشروع تنموي. يعني الوصلات العرضية سواء إذا كانت بتربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل، بتوفر ظهير للتنمية الزراعية والعمرانية وخلافه. أنا كنت بشوف المشروعات اللي أنا اشتغلت فيها مع الجهات أشرفت على هذه المشروعات، لما نتكلم مثلا بالتحديد على بعض الأمثلة اللي أنا شاركت فيها، طريق زي ديروط الفرافرة بيربط محافظة أسيوط من مركز ديروط بواحة الفرافرة، طبعا واحة الفرافرة من في الوادي الجديد، فكان الطريق ده بالطول 310 كيلو، كان أراضي جبلية بعضها وعر وبعضها مستوي، لم يكن هناك فيها حياة، ما فيش حياة بمعنى الكلمة يعني. طبعا خلال التنفيذ اللي استمر يمكن سنتين وشوية،
لقينا ان بالتوازي مع انشاء الطريق في استصلاح زراعي بيتم وفي تسويه للاراضي وفي ابار بتدق وفي مشروعات بتتم وفي بيفوتس ركبت وفي كل ده معناه ايه؟ معناه ان انا ما بعملش طريق لمجرد ان انا اربط نقطه بنقطه تانية. طبعا ان انا اقصر مسافات النقل واسهل حركه الناس ده عنصر مهم جدا، لكن الاهم من كده ان يكون في عندي تنميه حقيقيه، لان الطريق هو شريان للتنميه او شريان للحياه. بدون طريق مفيش حياه، مفيش مجتمعات، مفيش زراعه، مفيش صناعه، مفيش كذا. فده بس يعني نقطه تؤخذ في الاعتبار، ان انا لما بعمل طريق بيكون له جدوى وبيحقق الغرض منه، سواء في أعمال النقل للبضائع أو الركاب أو حتى تنمية والاستفادة من الأراضي اللي بيمر بيها الطريق. وخلوا بالكم من الطريق أو أي مشروع نقل بيضيف قيمة للأرض، يعني الأرض اللي ما فيهاش مرافق سعرها المالي منخفض، لما يتعمل فيها مشروعات نقل، مشروعات كهرباء، مشروعات مية، كل هذه الأمور بتضيف قيمة للأرض. وبالتالي الدولة نهجت حتى ده في التنمية العمرانية، بعد ما كانت زمان بتدي للمستثمر الأرض وتقول له اعمل المرافق، وكان المستثمر بياخد الأرض بسعر منخفض ويعمل المرافق ويبيع بأرقام كبيرة جدا. الدولة بدأت تشتغل بفكر الاستثمار وبدأت تدخل مع المطورين العقاريين والمستثمرين إن هم توفر هي المرافق وتبتدي تدخل شريك مع المستثمر، وبالتالي يبقى هناك استفادة للدولة. استفادة للدولة معناها أن استفادة للمواطن، استفادة للاقتصاد، في زيادة في يعني الفرص اللي بتوفرها الدولة من دعم. لأننا النهاردة أي دخل بيجي للدولة بدعم بيه التعليم والصحة ودعم بيه البنية الأساسية والمرافق وخلافه، فكل دي أمور مرتبطة ببعضها البعض. لما نتحدث عن داخل المدن هنلاقي الدولة بعد ما أكملت الشبكة القومية للطرق بدأت تحل مشاكل مرورية مزمنة داخل المدن في محافظات كتيرة، مش بس في محافظة القاهرة. فلو تحدثنا عن إقليم القاهرة الكبرى هنلاقي محور طلعة الزمر في جيزة، هنلاقي محور العصار في القاهرة، هنلاقي تطوير مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر والأسطراد، وهنلاقي تطوير منطقة زي مسترد، محور مسترد، وكتير من المحاور اللي أصبح الاختناق المروري اللي كانت هذه المناطق السمة الأساسية ليها الاختناق المروري. يعني اللي من حضراتكم مشي من منطقة المطرية وحلمية الزيتون قبل سنتين ثلاثة من دلوقتي ما يصدقش إن هو بيقدر يعدي من هذه المنطقة في دقائق معدودة، لأنك يعني ممكن تقعد ساعات عشان تعبر المنطقة من تكدسات والزحام المروري اللي موجود على مستوى الساعة. فلما فتحنا محاور مرورية داخل المدن كل هذه الأمور كان لها مردود على تقليل التلوث والانبعاثات الغازية وتقليل معدلات الحوادث. وده مش كلام إنشا، ده من واقع إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن شبكة الطرق الجديدة ورفع كفاءة الطرق داخل المدن قلل الحوادث بنسبة تتراوح من 25-40%. فالنهاردة كل هذه الأمور لم تكن لترى النور بدون ما يكون عندي إصرار على أن أنا أقدم حلول لمشاكل. هذه المشاكل كما قلت كان بتقدم لها حلول مسكنة علشان يبقى الوضع كما هو عليه، لكن ما كناش بنقدم حلول جذرية للأجيال اللي جاية. طبعا بالتواكب مع شبكة الطرق القومية اللي تمت وتطوير المحاور اللي بتتم، كان في كمان مشروعات أخرى زي المدن الجديدة وإعمار المدن الجديدة مرتبط بوجود شبكة نقل. يعني النهاردة عشان الناس تروح تسكن في مدينة جديدة لازم أول سؤال هتسأله، طب أنا هروح إزاي؟ طب إيه الخدمات اللي موجودة؟ طب في فرص للمدارس للولاد؟ طب هشتغل فين؟ طب هتعالج فين؟ فالنهاردة لما يبقى في مدن متكاملة وفي وسائل مواصلات سهلة للوصول إليها، كل هذه الأمور بتشجع الناس أنها تسيب الزحام والوادي الضيق. زي ما قلنا في البداية أن إحنا عايشين 6% من مساحة مصر وننتقل، فيبقى في عدالة في توزيع السكان على مساحة أكبر، فيبقى في جودة في الحياة أفضل، فيبقى في معدلات تلوث أقل، فيبقى في فرص عمل أكتر، ما يبقاش الناس بتتنافس على فرص عمل محدودة في مساحة محدودة وتوسعات رأسية وعشوائية في البناء. كل هذه الأمور شبكة النقل بشكل عام بتساهم في القضاء عليها. لما نتحدث عن وسيط آخر، كل اللي أنا كنت بتكلم مع حضراتكم عنه هو في قطاع الطرق، لكن لما نتحدث عن قطاع زي مثلا النقل السككي، سكك حديد مصر أنشأها الإنجليز كتاني سكة حديدة على مستوى العالم،
وكانت طبعا افضل حاجه موجوده بعد السكك الحديد انجلترا او المملكه المتحده. على مدار عقود من الزمن اصاب السكه الحديد ترهل ومشاكل جامه واصبحت على شفا الانهيار ان لم تكن فعلا انهارت. والسكه الحديد لمن لا يعلم يعني اصبحت في حاله محتاجه، عايز اقول ايه، انها تدخل العنايه المركزه. فبدأنا من 2014 في ان احنا نقدم حلول حقيقية وجذرية للتعامل مع مشاكل السكة الحديد، بحيث ان انا اقدر احل المشاكل اللي موجودة بشكل جذري وحقيقي. فبدأنا بان احنا طبعا سكك حديد مصر الحالية طولها تقريبا 9500 كيلو من الطرق الحديدية. هذه المسافات لم تشهد تطوير على مدار عمرها مع الزيادة السكانية المضطردة. يعني أنا كنت بسمع تقرير من فترة كده عن حرب أكتوبر، وعرفت أن تعداد سكان مصر سنة 73 أنا ما كنتش أعرفه، يعني كانوا بيتكلموا على 37 مليون نسمة. تخيل من سنة 1973 كان تعداد سكان مصر 37 مليون نسمة، إحنا في 2020 أو 21 دلوقتي تجاوز 100 مليون. يعني إحنا ضربنا الرقم ده تقريبا في 2.7 أو قريب من الثلاثة. فده معناه ان مع هذه الزيادة السكانية المضطردة، وانا اسف اقول انها الغير مدروسة لان برضه انا مش راجل مش في حل ان انا اتكلم عن دون، لكن انا بقول ان هذه الزيادة السكانية كانت تتطلب ان يكون عندي كمان اساليب لمواجهة هذه الزيادة، مش ان انا اتوسع رأسيا وازود من العشوائية واسيب الناس تحل مشاكلها مع بعضها. لازم التخطيط يكون لي دور. وهنا كانت الدولة من 2014 توجهت بمشروعات بتحل بيها مشاكل كثيرة، ومن خلال النقل السككي طبعا طورنا نظام تحكم وإشارات عشان نقلل الاعتماد على العنصر البشري ونحول نظام توجيه حركة القطارات إلى النظام الإلكتروني، فنقلل البروبابيليتي اوف اكسيدنت أو احتمالية الحوادث. لأن تعلموا جميعا أن حوادث القطارات جزء كبير منها حسب ما حتى بيعلن في كل مرة بيكون المسؤول عنه هو العنصر البشري، فكان لابد أن أنا أقلل الاعتماد على العنصر البشري وأحول الموضوع إلى نظام إلكتروني من خلال تحويل الإشارات اليدوية إلى نظام إشارات إلكترونية. برضو بنقفل مزلقانات، سواء إذا كانت مزلقانات عشوائية. يعني إيه مزلقان عشوائي؟ يعني الناس ما عندهاش كوبري مشاة أو نفق مشاة وعايزين يعدوا من جهة إلى جهة، فبيكسروا السور بتاع السكة الحديد ويعدوا بالدواب بتاعتهم وبالتكاتك وبالموتوسيكلات والكلام ده. وده كان كثير من الحوادث اللي بتحصل بسبب المزلقانات غير المقننة أو العشوائية. وده برضو بيخلينا نقول أن دور الموضوع هنا متشابك، لأن مش السكة الحديد اللي مسؤولة عن المزلقانات العشوائية، لكن المفروض أن الإدارات المحلية والمحافظات هو شايف أن في ناس عنده ليها احتياج لكوبري أو نفق مشاة، نعمل كوبري أو نفق للمشاة ونمنع الناس أنها تكسر سور السكة الحديدة عشان تعدي من جهة إلى جهة أخرى. لأن القطر غير العربية، يعني القطر ما بيمشيش وهو شايف قدامه، لكن بيمشي على سيجنالز، يعني بتديله إشارات إذا كان السكة متاحة أو إذا كانت السكة فيها تهدئة أو خلافه. فالناس بتبقى متخيلة علاوة على أن حتى القطر لو لقى عربية معطلة السكة، القطر عشان يتوقف بيحتاج مسافة طولية تزيد عن الكيلو ونص عشان يقدر أن هو يربط أو يفرمل. فبالتالي اختلاف خصائص القطار عن العربية بتخلي أن لو حصل أي ظرف طارئ غير مدروس بيحصل عنه على طول حادثة. فكان لازم أقلل الاعتماد على العنصر البشري وأمن مزلقانات وأصلح مزلقانات قانونية والمزلقانات الخطرة، لأن المزلقانات معمول لها رانك من حيث درجة الخطورة بتاعتها بناء على عدد الحوادث السنوية اللي بتتم فيها. فالمزلقانات الخطرة الدولة بدأت تحولها إلى ما يسمى بالنظام الكباري أو الأنفاق، يعني بقفل المزلقان تماماً وبنشئ مكان المزلقان كوبري أو نفق علشان أأمن سواء للسيارات أو للمشاة، وبلغي المزلقان تماما. ويحضرني أنا اشتغلت في اثنين منهم زي مزلقان بشتيل والبدرشين، دول اتقفلوا، دول من المزلقانات اللي كانت مصنفة أنها مزلقانات خطرة اتقفلت بالكامل، وتم إنشاء كباري علوية للسيارات والمشاة أعلى خطوط السكة الحديد في بشتيل والبدرشين. وده كان مثال يعني، لكن طبعا في مناطق تانية بتحتاج هذا الأمر.
بالإضافة لأن برضو السكة الحديد يعني نتيجة عدم تحريك، عايز أقول تعريفة الركوب على مدار عقود من الزمن، أصبحت مديونة للدولة ب 55 مليار. يعني إحنا حضرتك مين يقول إن كان القطار الناس بتركب من القاهرة لحد أسوان في درجة من الدرجات كانت ب 3 جنيه تذكرة؟ النهاردة حضرتك مفيش أبدا، أنت لو ركبت ميكروباص عشان توصل من كلية الهندسة مثلا لحد العباسية ممكن تدفع 5 جنيه. فهذه الأمور أثرت على السكة الحديد، لأن كانت السكة الحديد بتخسر، لمن لا يعلم برضو مرتبات العاملين في السكة الحديد 3,450,000,000 في السنة. فالسكة الحديد بتدخل كام بقى؟ ما تدخله السكة الحديد حاليا يعني قبل أعمال التطوير من نقل بضائع وركاب بيوصل 3 مليار. يعني حضرتك أنت عشان تدفع مرتبات الناس أنت محتاج تستلف من الدولة 450 مليون في السنة. طيب مصاريف التشغيل، الإحلال والتجديد، العمارات، أن أنا أعمل خطوط جديدة طبعا ما فيش، وبالتالي هو ده سبب تراكم الديون اللي موجودة، علاوة على أن كانت برضو السكة الحديد في عهود سابقة أو في عقود سابقة كان أي حد عنده واسطة، أنا آسف في اللفظ يعني، ويمكن دي اتقالت قبل كده فهو مش تصريح جديد يعني، كان يودي لي السكة الحديد، فنلاقي في السكة الحديد كتبة في عصر الكمبيوتر والإنترنت وحجز التذاكر بالنظام السمارت فون، نلاقي فراشين أكتر من العاملين. عدد العاملين في السكة الحديد يتجاوز 54,000، لو ضفت لهم الشركات التابعة زي الشركات النوم وخلافه يوصلوا ل 72,000. طيب حضرتك تخيل من الرقم اللي هو 54,000 ده في كام قائد قطار؟ الناس هتقول آلاف كبيرة جدا، 3,500. فتلاقي حضرتك ان الموضوع يعني محمل على الناس اللي مسؤولة عن الحركة عدد لا بأس به او عدد كبير جدا وهائل من العمالة اللي انا كان ممكن ان انا يعني اقلل الاعتماد عليها، لان انا على ارض الواقع لو انت بتتكلم فير يعني انا مش محتاج تلت الرقم ده عشان اشغل السكة الحديد. والناس بتفتكر لما بتكلم في هذا الاطار ان احنا عايزين نمشي الموظفين ونطردهم، هذا الكلام غير صحيح. لكن انا بقول ان لابد تطوير العنصر البشري ورفع كفاءته، الحاقه بالعمل المناسب لقدراته، لان زي ما هو مواطن مصري كريم له كل الحقوق وله كل التقدير. حضراتكم تعلموا ان في الخارج مفيش حد بيطالب بحقوق من غير ما يؤدي عمله، لان حضرتك ما عملتش المطلوب منك فانت مالكش حقوق. وبالتالي احنا بنقول ان لابد ان احنا نعيد عايز اقول استثمار الثروه البشريه اللي موجوده في السكه الحديد وتوظيفها في الاماكن المناسبه ليها، وقد يكون المكان المناسب في قطاع اخر خارج السكه الحديد، لكن في الاخر لابد ان انا انتقي الكوادر اللي تقدر تشتغل معايا وتطور. ده عنصر مهم جدا طبعا مع تطوير العنصر البشري، ده عنصر تامين حركه القطارات واستبدال الاشارات اليدوية بنظام إلكتروني عشان أقلل الاعتماد على العنصر البشري، بالإضافة إلى كمان إصلاح البنية الأساسية من قضبان وفلنكات وخلافه. كمان في عندنا نقول في مشروع آخر لي إن أنا اشتريت جرارات وعربات لنقل البضائع والركاب. ليه عملت كده؟ لأن من خلال احتكاكنا بالمجال لقينا إن في جرارات بقالها 45 سنة بتشتغل وتعمل لها كل العمارات الممكنة، لدرجة إن لما بيجوا الأجانب يشوفوها في الورش بيبقوا بيتصوروا جنبها اللي زيها دخل المتاحف في بلادهم. إحنا شغالين بهذه الجرارات وبنصلح فيها وبنعمل لها عمارات وبننقل قطع غيار، بنعمل بعضها بيتخرد أو بيتحول إلى خردة يعني، وبناخد منه قطع غيار نشغل منه حاجات تانية. ودي على فكرة تحسب للمهندس والفني والعامل المصري إنه هو ما بيقفش على حاجة وبيحاول يشتغل، لكن برضه في الآخر ما هو الأعطال لما بتشغل جرارات بقالها 45 سنة وعربيات بقالها برضه 30-40 سنة، وارد جدا أن ده بيأثر على الأعطال وعلى السيفتي وعلى الكلام ده كله. فكان لازم نضخ دماء جديدة في شرايين سكك حديد مصر من خلال صفقة لاستيراد جرارات وعربات نقل بضائع وركاب، شملت 1200 عربية نقل بضائع وركاب وشملت عدد كبير من الجرارات، أعتقد أن معظمها من شركة جنرال إلكتريك، وكان لها سبب أن الشركة دي كانت وردت جرارات قبل كده، وكانت مشكلة الجرارات اللي موجودة عندنا توقفت بسبب عدم وجود قطع غيار وصيانة. فكان تعهد الشركة
جنرال إلكتريك انها تصلح كمان الجرارات اللي كانت اتورطت في فتره سابقه وعطلت بسبب عدم وجود صيانه وقطع غيار. طبعا ده يعتبر دماء جديده بتضخ في شرايين السكك الحديديه المصريه. السكه الحديد اطوالها الحديديه 9500 كيلو، بتنقل في اليوم حوالي 835 ألف مواطن، إجمالي عدد الرحلات حوالي 856 رحلة في اليوم. دورها في نقل البضائع يكاد يكون صفر، يكاد يكون صفر، لأن النقل البري اللي هو النقل التقيل والتريلات على الطرق بيستحوذ على 99.6% من إجمالي ما يتم تداوله من بضائع في جمهورية مصر العربية. ويبقى السكة الحديد مع النقل النهري والنقل البحري مجتمعين معا شايلين 0.4%، يعني تقريبا شايلين صفر. وده طبعا ليه تأثير سلبي على الطرق، لأن في عندنا مشاكل الحمولات الزيادة والحادثة لما بتحصل بعربية نقل شايلة ضعف الحمولة أو ثلاث أمثال الحمولة، فبتكون السيفيريتي أو الخطورة بتاعت الحادثة أكتر، وبينتج عنها لا قدر الله عدد من القتل المصابين والمتوفين أكتر. فإحنا عايزين السكة الحديد ترجع لدورها السابق في نقل البضائع والركاب، وده مش بالتمني، ده بمشروع قومي للإصلاح. وبنربط السكة الحديد بالمواني البحرية وبنعمل مواني جافة علشان أقدر أخلي السكة الحديد ترجع شريك للنقل البري في نقل البضائع. وعندنا خطة بنأمل إن إحنا نوصل ل25 مليون طن بضائع سنويا ينقل بالسكة الحديد. على أرض الواقع ده مش موجود، لكن إحنا بنجهز البنية الأساسية لدول. ويمكن كان عندنا فرصة في إن حصل تعديل دستوري أو تعديل أسف تشريعي مش دستوري تعديل تشريعي في قانون السكة الحديد، سمح للقطاع الخاص لأول مرة في حياة أو في عمر السكة الحديد أنه يسمح للقطاع الخاص أنه يدخل شريك لمرفق سكة الحديد مصر كمستثمر. ساعتها الناس قالت دول هيبيعوا السكة الحديد، لا احنا مش هنبيع السكة الحديد، لكن الاستثمار في قطاع النقل ده أمر حيوي ومطلوب وموجود في كل الدول العظمى والدول النامية، لأن الدولة لو عندها عصا سحرية تعمل بيها كل حاجة يبقى احنا مش محتاجين أصلا ندخل القطاع الخاص، لكن القطاع الخاص موجود للاستثمار في كافة عايز أقول دول العالم. يعني في أمريكا في يعني قطارات أو خطوط سكة حديد مملوكة للدولة وخطوط سكك حديد مملوكة للقطاع الخاص، لكن أنا ما بقولش حتى إن احنا هنخلي القطاع الخاص يمتلك السكة الحديد أو الخطوط، لكن احنا هيدخل معايا كمقدم للخدمة أو سيرفيس بروفايدر. ودي اللي كنا بنقول إن احنا من خلال إن أنا أجيب مستثمر يشتغل ويعمل يعني مش هيصلح خطوط، لكن يجي يشغل الخطوط دي ويعمل الصيانة المطلوبة ليها، وأنا كدولة يبقى لي دور في مراقبة الخدمة المقدمة للمواطن. وده هيكون ليه مردود جيد لو أنا بدأت كمان بقطاع نقل البضائع، ليه؟ لأن كما أشرت السكة الحديد فيها قطاعين أو زراعين، نقل بضائع ونقل ركاب. أي دولة في العالم نقل البضائع في السكة الحديد هو اللي بيصرف على نقل الركاب، ليه؟ لأن نقل الركاب ما بيجيبش إيراد قد نقل البضائع، لأن نقل البضائع غير مدعوم. يعني النهاردة حضرتك لما بتنقل بالعربيات النقل والتريلات على الطرق، هل الدولة بتدعم النقل على البري للبضائع؟ الكلام ده بيحصلش لا في مصر ولا بره مصر. فلما دخل القطاع الخاص معايا في نقل بضائع بالسكة الحديد، هيبقى الأمر خاضع لسياسة العرض والطلب. لو هو قدم سعر أقل من النقل البري هيقدر يستحوذ على حصة من نقل البضائع، وبالتالي الفلوس اللي هتيجي من نقل البضائع هيبقى في شراكة ما بين القطاع الخاص وما بين هيئة السكة الحديد مصر أو الدولة يعني متمثلة في هيئة السكة الحديد مصر، فأقدر أخد جزء منها أصرف بيه على نقل الركاب وأدعم نقل الركاب، وبالتالي يبقى أنا حققت المعادلة إن أنا وفرت موارد علشان أقدر أدعم بيها قطاع مهم اللي هو المواطن المصري في التنقل، علشان يستطيع إن هو يتحمل سعر الخدمة المقدمة. ودي محتاجة إن الملف يدرس بشكل جيد، لأن لو ترك بالكامل للقطاع الخاص، أذكركم بالنقطة اللي قالها عادل إمام في الفيلم بتاع التجربة الدنماركية لما قال للوزارة سيبوكم السكة الحديد، إحنا عندنا عرض هنعمل سكة حديد مرجان، فأنا لو سبت القطاع الخاص يتحكم هيقدم خدمة جيدة، لكن المواطن مش هيقدر يدفع التكلفة. يعني النهاردة لو سبت القطاع الخاص يصلح السكة الحديد لوحده هيقول لي أنا هحط أسعار معينة، هقول له لا المواطن بتاعي مش هيقدر يدفعها، هيقول لي خلاص اعمل بقى الفرق ادفعه لي أنت.
يعني لما يقول لي ان التذكره من القاهره الاسكندريه هتبقى مثلا ب 300 جنيه هقول له لا المواطن مش هيقدر يدفع اكتر من 100، هيقول لي خلاص يبقى ال 200 دي ادفع لي على كل التذكره انت كدوله ادفع لي ال 200 الفرق، القطاع الخاص ما بيخسرش يعني. فعشان كده الملف محتاج يدرس بشكل جيد، والمساحه اللي يستفيد منها القطاع الخاص وتستفيد منها الدوله هي المساحه الخاصه بنقل البضائع، ودي ممكن تبقى شراكه وين تو وين سيتويشن ما بين القطاع الخاص وما بين الدوله في هذا الاتجاه. طيب انا اطلت في سكك حديد مصر لان مشاكلها كتيره، لكن بالتوازي الى ذلك الدوله دخلت في فكر جديد ما كانش موجود قبل كده، الا وهو انه انشاء خطوط حديديه جديده. طب ليه بنعمل خطوط حديديه جديده؟ هو احنا لما عملنا المشروع القومي للطرق ما كانش عندنا طرق اسفلتيه عندنا، لكن زي ما قلت لحضراتكم احنا متركزين كثافات سكانيه في 6% حوالين الوادي الضيق، لان ما فيش بنيه اساسيه وما فيش شبكه نقل. طب شبكة النقل هل هي الطرق بس؟ لا، كمان شبكة النقل، النقل السككي أو النقل بالسكة الحديد عنصر أساسي في هذه الشبكة. عشان كده الدولة فكرت في القطار الكهربائي السريع وبتنفذه دلوقتي. عندنا 3 خطوط للقطار الكهربائي السريع، خط من العين السخنة حتى مطروح بطول 660 كيلو، وده الأعمال المدنية شغالة فيها دلوقتي من أعمال إنشاء الجسور والمحطات، بعضها محطات علوية وبعضها محطات سطحية. وهذا الخط هيكون سرعة السير أو سرعة القطارات عليه 250 كيلو متر في الساعة، وهيكون عليه خطوط ريجونال، يعني أستطيع من العين السخنة أن أنا أنزل في محطات متوسطة زي العاصمة الإدارية، زي محمد نجيب، زي 6 أكتوبر، زي النوبارية والسادات، زي اسكندرية، العمرية، برج العرب، استاد برج العرب، الضبعة، الحمام، فوكة. وهيكون في خطوط سريعه اللي هو الاكسبريس ترين اللي هي تقف في محطات معينه بسرعه 250 كيلو. كان هيشتغل كمان على الخط دون نقل بضائع فري ترانسبورت بسرعه تصل الى 120 كيلو في الساعه، ودي هيكون ليها دور في ان انا بعظم الاهميه بتاعه مصر للربط بين البحرين الاحمر والمتوسط، لان انا استطيع ان انا انقل حاويات ما بين ميناء السخنة الجاري تطويره دلوقتي وإضافة 10 كيلو من الأرصفة البحرية دي، وبين ميناء الإسكندرية أو ميناء جروب اللي هو بيقع غرب اتجاه النجيلة. وهذه الربط، هذا الربط السككي أستطيع أن أنا أساعد الدور اللي بتقوم بيه قناة السويس علشان أنقل بضائع ما بين البحرين الأحمر والمتوسط. طب ده بس لأ، صناعات القيمة المضافة بقى والمناطق الصناعية اللي ممكن تنبني على ان انا هنقل بضائع ما بين ميناء السخنة وميناء الاسكندرية، ممكن ان انا اعمل مناطق صناعية على اسر هذا الخط، ممكن ان انا اعظم التصدير لو انا بنتج من مواد من مناطق صناعية، لان زي ما قلت لحضراتكم بمر مثلا بالنوبارية والسادات وغيرها، بعض هذه المناطق مدن زراعية وبعضها مدن صناعية، يبقى انا استطيع بالقطار ان انا اودي بضائع إلى موانئ البحر الأحمر أو البحر المتوسط وأنقل البضائع، وبالتالي ده له مردود إيجابي على الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى أعمار المناطق اللي هتمشي فيها القطارات. يعني النهاردة لما هعمل طريق سكة حديد، خط حديدي ما بين القاهرة ما بين العين السخنة ومطروح، ده هيكون ليه مردود على إعمار، لأن احنا قلنا أن النقل هو شرايين للتنمية وبيدعم مشروعات التنمية المستدامة. لما يمر خط حديدي في منطقة صحراء جرداء لا حياة فيها، هتلاقي مع الوقت المنطقة دي تعمرت، بقى فيها مدن، بقى فيها زراعة، بقى فيها صناعة، بقى فيها كذا. كل هذه الأمور لها مردود على إعمار الرقعة غير المأهولة من مساحة الجمهورية. عندنا كمان الخط الثاني اللي هو او المرحله الثانيه من هذا الخط اللي هو القطار السريع او اللي هو الاكسبريس ترين، وده زي ما قلت هو خطوه من خطوات الاعتماد على الجر الكهربائي اللي هو يعتبر صديق للبيئه ويطلق عليه النقل الاخضر. هيبقى عند المرحله الثانيه اللي هي من 6 اكتوبر حتى اسوان بطول 850 كيلو. هذه المسافه هتمر كلها غرب النيل. وليه غرب النيل؟ لأن معظم المجتمعات العمرانية الجديدة في صعيد مصر بتقع في الجهة الغربية من نهر النيل، وبالتالي عشان أخدم على هذه المدن الجديدة فمعظم المسار بتاع هذا القطار السريع في المرحلة الثانية اللي هي من 6 أكتوبر حتى أسوان بطول 850 كيلو هتمر غرب النيل، وهيكون لها دور في إعمار أو سرعة إعمار هذه المدن
وتلبية الطلب على النقل لأهالينا في صعيد مصر، لأن هناك كثافة عالية في الطلب على النقل على السكة الحديد. طبعا ده مش غريب، لأن مع الزيادة السكانية المضطردة من المتوقع أن يكون هناك حاجة أكتر على النقل أو طلب أكتر على النقل. طبعا هيكون في محطات تبادلية ما بين السكة الحديد الحالية اللي هي بتشتغل بالجر بالديزل، وما بين السكة الحديد الجديدة اللي بتشتغل بالجر بالكهرباء، في مناطق أو محطات بيسموها هاب ستيشنز زي 6 أكتوبر هيكون في محطة منهم، هيكون في برضو في أسوان محطة تبادلية، بحيث أن يستطيع مستخدم القطار اللي هو بيشتغل بالجر بالديزل أنه ينتقل إلى القطار اللي بيشتغل بالجر بالكهرباء من خلال هذه النودز أو المحطات التبادلية. المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي اللي هي هتكون هنا الأقصر سفاجة الغردقة لربط البحر الأحمر بالمناطق السياحية في الغردقة والمناطق الأثرية في الأقصر، لأن السياح اللي بيجوا البحر الأحمر للدايفنج وخلافه بيحتاجوا أن هم يعملوا رحلة سريعة يشوفوا فيها الأثار المصرية في الأقصر، وبالتالي كانوا بيعملوا الكلام ده برحلة بالنقل البري، وكانت بيشوفها صعوبة في الوصول في الوقت، بالإضافة إلى أن الطرق كانت فيها طبعا سلسلة جبال البحر الأحمر والطبيعة الجبلية كانت بتعمل خطورة شوية في النقل البري. فطبعا لما يبقى عندي خط حديدي بسرعة 250 كيلو متر في الساعة، ده أنا ممكن أروح الصبح الأقصر من الغردقة مثلا وأرجع آخر النهار وأكون اتفرجت على المعالم الأثرية، فده هيكون لي مردود على تعظيم السياحة الوفدة إلى مناطق البحر الأحمر، لأن هيتحط في برنامج السياحة أنه يستطيع أنه هو يمر على المناطق الأثرية من خلال كذا. كل هذه الأمور لها مردود إيجابي، والقطار السريع إجمالي أطواله هتصل إلى 1797 كيلو متر بتكلفة إجمالية 360 مليار جنيه، يبقى تكلفة كبيرة جدا ممولة بقروض ميسرة، والدولة بتحاول انها تشتغل بره الصندوق بحيث ان ما يبقاش، لان انا لو حطيت كل هذه المشروعات على ميزانية الدولة مش هنعمل حاجة يعني. فاحنا شغالين في كافة النواحي، بنعمل اصلاح للسكك الحديدية الحالية وننشئ خطوط حديدية جديدة. لو نتكلم عن النقل داخل المدن هنلاقي ان احنا شغالين في استكمال المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الانفاق، ويمكن شفنا ما تم إنشاؤه من محطات جديدة زي اللي تم في محطة عدلي منصور وعمر بن الخطاب وغيرها من الامتداد بتاع الخط الثالث. ومحطة عدلي منصور هتكون محطة تبادلية بحيث أن من يستخدم القطار الكهربائي اللي هو الـ LRT، القطار الكهربائي الخفيف اللي هو اللايت ريل ترانزيت، اللي هو هيربط العاشر من رمضان ببلبيس بتجمعات شرق الدائري بالعاصمة الإدارية الجديدة، يستطيع ان هو ينزل عند محطة عدلي منصور فيركب المترو من هناك. وبالتالي هنا بنسمي ان في يعني انتجريشن ما بين وسائط او وسائل النقل العام والجماعي، وده كلنا شفناه اللي سافر بره، انك ممكن تطلع من اندر جراوند تاخد الباص او التراموي او غيره من الوسائل. فده طبعا مهم جدا ان احنا نوفره في اطار توجيهات من الدوله، بان لابد ان يكون في تكامليه في وسائط النقل العام والجماعي. مش كده وبس، ده قريب جدا هيكون في التيكت الموحد اللي يستطيع المواطن انه يركب بيه اكتر من وسيله مواصلات لفتره زمنيه معينه في زون جغرافي معين، سواء لمده يوم او اسبوع او شهر او حسب احتياجه. وده لما هيتم هيكون في جذب لشريحة جديدة من مستخدمين للنقل الجماعي اللي هم الكار اونرز. يعني لو حضرتك عندك عربية او انا، ليه بنستخدم عربياتنا؟ لان النقل العام والجماعي غير لائق في الوقت الحالي. لما يبقى عندي نظام نقل عام وجماعي جيد وهناك ريليابيليتي او مصداقية ما بيني وما بين مقدم الخدمة، هسيب عربيتي وهستخدم وسائل النقل العام والجماعي. ده هنقدر نحققه من خلال انظمة النقل الذكي اللي بندخلها برضو دلوقتي، لأن يعني أنا هقدر أطبق أنظمة النقل الذكي بحيث أن أنا أشوف مثلا لو أنا أعمل فليت مانجمنت للأوتوبيسات النقل العام، بحيث أن حضرتك تبقى واقف على المحطة ومكتوب على اليافطة أن الأوتوبيس رقم كذا اللي رايح الحتة الفلانية جاي في الوقت الفلاني، أو في تأخير زمن قد كده زي ما كلنا شفناها من 30-40 سنة برة. فلما ده يبقى موجود هيبقى في شيء من المصداقية ما بين المواطن وما بين مقدم الخدمة، فيبقى في اعتماد على وسائل النقل العام والجماعي بشكل أكبر، والإقلال من استخدام السيارة
يوفر سيوله مروريه ويقلل انبعاثات الغازيه ويقلل كمان التكلفه، لان طبعا وسائل النقل العام والجماعي هتكون اقل كلفه من استخدام السياره الخاصه، وخصوصا ان احنا عندنا الكار اوكيوبانسي اللي هو عدد المواطنين داخل السياره بتكون في المتوسط من 1 لـ1.5، لان نادرا لما ما عندناش كار شيرنج ولا كار بولينج ان حضرتك وانا ساكنين في مكان واحد فنستخدم عربيتك النهارده وعربيتي بكره، ده بسبب البرايفسي اللي موجوده، لكن ممكن كلنا نستخدم وسائل نقل عام وجماعي وده شيء جيد. ويمكن التجربه نجحت في بعض الشراكات اللي تمت ما بين هيئه النقل العام والقطاع الخاص، زي تجربه مواصلات مصر، ودي تجربه لشركه اماراتي شغاله مع هيئه النقل العام، وبتقدر بابلكيشن على السمارت فون انك تعمل تريسنج العربيه او الباص موجود فين، وده شيء برضو جيد انك تقدر تقدر انت هتنزل فين وتركب الاتوبيس الساعه كام، ده امر مهم جدا. في قطاع النقل البحري اشرت بشكل سريع ان احنا عندنا تطوير للمواني واضافه انصفه جديده للمواني البحريه، لان احنا عندنا مشكله ان احنا يعني المواني البحريه اصبحت لا تتسق مع الزياده السكانيه المطلوبه وحجم التبادل التجاري عن طريق النقل البحري اللي المفروض ان هو يتم. فالنهارده عشان تجذب خطوط ملاحيه دوليه ويبقى عندك يعني طاقه اكبر للمواني المصريه، لابد انك تحسن من البنيه الاساسيه للمواني واضافه ارصفه بحريه جديده والارصفه متعدده الاستخدامات والمناطق اللي هي بيسموها المناطق اللوجستيه داخل المواني او في المواني الجافه، وسرعه تداول الحاويات والبضائع عشان ما تتركنش الحاجه والسيركوليشن او اللي هو يعني التداول بتاع البضائع يكون بشكل بالدور، التداول البضائع تكون سريعه. كل هذه الامور لها طبعا تاثير على زياده الطاقه الاستيعابيه للمواني، وبالتالي يعني ظهور دور النقل البحري لان هو دور مهم فعلا وله تاثير على حياه المواطنين وعلى الاقتصاد. ولما يكون عندي كمان ربط للمواني بالمواني الجافة وهيؤدي إلى سرعة تفريغ المواني البحرية، وبالتالي يبقى عندي فرصة أفضل لزيادة الطاقة الاستيعابية وخلافه. مع ظهور الغاز في الشرق المتوسط وإن إحنا عايزين نبقى هب ومركز لتداول الغاز في الشرق المتوسط، لازم المواني بتاعتنا تكون جاهزة لكده ويكون في عندي أرصفة متعددة الاستخدامات، وازاي استقبل الغاز وازاي اصدره والكلام ده كله لابد ان يكون مدرج في نظام ادارة المواني. ودي علم كبير جدا يعني اللي هو مش بس انشاء المينا لكن كمان تشغيل نظم التشغيل والتأمين والقانون الحاكم لادارة المواني، لانها بتبقى خضعة لبعض الاتفاقيات كثير من الاتفاقيات الدولية. بالإضافة إلى دور الدولة في الاهتمام برضو بالنقل النهري، وإن كان النقل النهري ليس له يعني دور ملموس، لكن كان حاول أحد الزملاء في الوزارات سابقاً أنه هو ينشط نقل البضائع، فعمل موضوع التاكسي النهري، والموضوع لا أخفيكم سراً هو ما نجحش لأن هو كان بيتعامل بفكر ترفيهي، يعني أنا عشان أركب التاكسي النهري للفسحة وادفع مبلغ، ده شيء مقبول لكن مش هو الأساس. الأساس إن أنا عايز يبقى خطوط منتظمة للنقل العام والجماعي داخل مجرى النهر وداخل الترعة الملاحية المتصلة بيه، بحيث إن أنا أقدر إن أنا يبقى عندي منافسة ما بين النقل النهري وما بين وسائل النقل العام والجماعي. أذكركم للعواجيز اللي في سننا كان في الأتوبيس النهري كنت له مواعيد منتظمة والناس بتركبه وبتروح بيه أماكن كتيرة مطلة على نهر النيل، فإحنا عايزين ده يرجع تاني، وده ممكن يبقى دراسة يعني يشتغل فيها أحد المستثمرين المحليين أو الخارجيين، بحيث أن يوفر خدمة نقل عام وجماعي يبقى زيه زي الميني باص والمترو وبتكلفة مقاربة ليها، فبالتالي يبقى عندي شريحة من الناس تستطيع أنها تستخدم النقل العام والجماعي داخل المجرى النهري. وانا شخصيا جربت التجربه دي في فينيسيا، لانه كنت رحت فينيسيا ايام ما كنت بدرس في اوروبا وشفنا الكلام ده ان في مواصلات موجوده في مجرى النهر، فنتمنى ان شاء الله ان ده يكون موجود. اما دور نهر النيل في نقل البضائع فده مرتبط بشويه امور فنيه، يعني المتخصصين يقدروا ان هم يدلوا بدلوهم فيها، زي موضوع الغاطس وفتره السد الشتويه
الكباري والأعمال الإنشائية اللي اتعملت على نهر النيل وقللت فرصة إن المجرى يكون مجرى ملاحي نتيجة الخلوص الأفقي والرأسي. فكل هذه الأمور محتاجة يزال هذه التعديات بالتدريج عشان أقدر إن أنا أشغل النهر في نقل البضائع، وحتى ممكن يبقى البضائع غير سريعة التلف. يعني زمان في الأفلام الأبيض وأسود كنت بتشوف القلل والحاجات دي بتتنقل، بيقولك القلل القناوي بتتنقل من الصعيد لحد هنا، لأن نهر النيل بيجري من الجنوب للشمال بالفطرة، ونستطيع إن احنا ننقل بضائع من محافظات الصعيد إلى باقي المحافظات في القاهرة والوجه البحري تكون غير سريعة التلف، زي ممكن حتى الغلال. يعني النهاردة ممكن أنقل قمح في نهر النيل، ممكن أنقل مواد بناء، وهذه الأمور سيكون لها مردود، نقل صديق للبيئة تكلفته أقل، كل هذه الأمور لها مردود ويجب أن تؤخذ في الاعتبار. برضو في الطرق الداخلية في الأحياء والمحافظات من خلال مشروع حياة كريمة، وأهالينا في الريف وفي الصعيد بدأنا أن احنا نطور هذه المنظومة من شبكة الطرق والبنية الأساسية بشكل عام، بقى علشان خاطر يبقى عندي حياة كريمة فعلا لازم يكون في عندي مية وكهرباء وصرف صحي وطريقة أقدر أمشي عليه. كل هذه الأمور بالتزامن مع خطة الدولة في تبطين الترع، وده مشروع يعني أنا بعتبره مشروع هام جدا في إطار التحديات اللي بتتعرض بيها مصر والفقر المائي اللي موجودين فيه، حتى بخلاف موضوع سد النهضة إحنا أصلا كمية المية اللي بتجيلنا أقل من الاستهلاك الفعلي نتيجة الزيادة السكانية، طبعا عنصر كبير في الموضوع. فلابد أن إحنا نبحث عن على الأقل الإقلال من الفائد أو تقليل الفائد في كمية المية ووصول المياه لنهايات الترع والمسائي والمجاري المائية بشكل كفء علشان ما يأثرش على الزراعات. فكان المشروع القومي لتبطين الترع، وشفنا يعني آلاف الكيلومترات إلى الآن تم الانتهاء منها تحت رقابة وجودة من الأجهزة الفنية في الدولة، ونتمنى إن شاء الله تعالى أن الجاي يكون أفضل، وإن المواطن يكون عنده انتماء وحب للبلد ويفهم إيه اللي بيتعمل واللي بيتعمل ده ليه. لما الدولة عمالة تفتتح في مشروعات نقل وكباري، كتير من الناس المغرر بيهم أو مش فاهمين الموضوع، واحد منهم قال لي هو احنا هناكل أسفلت؟ أنا رديت عليه بتلقائية قلت له من غير الأسفلت قدام شوية مش هنلاقي ناكل، لأن انت حضرتك أنا بعمل أسفلت علشان نقدر نعمر الصحراء، عشان نزرع، علشان نبني مجتمعات عمرانية، عشان نقلل الحوادث، عشان نصل لمناطق محرومة من المواصلات. كل هذه الأمور تتطلب وجود شبكة نقل زي ما تتطلب وجود شبكة كهرباء زي ما تتطلب وجود شبكة مية. كل هذه الأمور بنية أساسية مش رفاهية، لكن دي الأساسيات اللي تقوم عليها أي تنمية فعلية. الدولة في سبيلها إلى مشروعات تنموية حقيقية، مش في سبيلها هو أوريدي في مشروعات منها اتفتحت، وشفنا يعني اللي مش مصدق اللي بيشوفه ينزل يشوف المشروعات على أرض الواقع. فمصر بتتغير للأحسن، ونتمنى يعني الأفضل لمصر ولحضراتكم، وآسف إذا كنت أطلت عليكم، متشكر ليكم، شكرا. حسن مهدي أستاذ النهضة. السلام عليكم يا شباب. أنا بس كنت عايز أقول لكم قد إيه المحاضرة دي مفيدة جدا، بالرغم إن هي أوديو بس، لكن الدكتور حسن الحقيقة ربط ما بين المشروعات القومية اللي احنا بناخدها في المقرر ده وما بين شبكة المواصلات. فالحقيقة يعني أنا بالرغم إن هي محاضرة في الزمن بتاعها أقل من المحاضرات اللي فاتت، لكن أنا شايف إن التأثير بتاعها وربط المواضيع ببعضها كان سمة مميزة للمحاضرة بتاعت الدكتور حسن مهدي. دلوقتي لو في أي كومنت على المحاضرة أو أسئلة، لأن المحاضرة دي حصلت والأودينس مش موجودين، فأنا I am available، ولو ما كانش في أسئلة أو كومنت ممكن نتفرج على السيريز أو فيديوز والباوربوينت بريزنتيشن اللي أنا عاملها في موضوع تطوير المواصلات، مشروعات تطوير المواصلات في مصر. أي أسئلة يا شباب؟ أو كومنت؟ هلو؟ طيب شايفين إيه دلوقتي؟ شايفين إيه؟ شايفين باوربوينت. مكتوب إيه بقى؟ مكتوب ايه يا شباب؟ مشروعات المواصلات الكمالات الجديدة. تمام.
هو الحقيقة يعني طبعا الدكتور حسن اتكلم، انا بس هركز على بعض الحاجات اللي هي بتأثر فينا كلنا، لان غالبا هنستخدم وسائل المواصلات الجديدة دي. طبعا البرزنتيشن لسبب ما مكتوبة باللغة العربية، توصل الدولة تنفيذ عدد ضخم من مشروعات الجر الكهربائي اللي اتكلم عليها الدكتور حسن الجديدة، بجانب مشروعات مترو الأنفاق وتحديث شبكة سكة الحديد الحالية. فهنا في 3 حاجات، مشروعات الجر الكهربائي حاجة، ومشروعات مترو الأنفاق اللي هو اكزيستنج وبروجريسنج، والسكة الحديد الحالية. وعشان كده هنتكلم على 4 حاجات، السكة الحديد، وغالبا هم كل حاجة فيهم فيها فيديو، السكة الحديد وخطوط المونوريل والقطارات الكهربائية والأتوبيسات الترددية اللي هنعرف معناها، وبعدين القطار السريع اللي برضو اتكلمنا عليه. الحقيقة اللي جايب الخريطة دي اللي بتبين المخطط الاستراتيجي لوسائل الجر الكهربائي بإقليم القاهرة الكبرى. وفي بقى ايه اهو، الخط الاول للمترو، مش عارف بقى اذا كانت كده، والخط الثاني والخط الثالث والخط الرابع، بالاضافه الى اللون الاحمر ده الاتوبيس الترددي اللي هنعرف بالتفصيل هو ايه، وبعدين الخط السادس للمترو، وبعدين القطار الكهربائي، ومونوريل شرق النيل ومونوريل غرب النيل. يعني المونوريل له في حاجة بتروح 6 أكتوبر، وحاجة تانية بتروح العاصمة الإدارية الجديدة زي ما هنشوف. أنا تعجبني أوي الخريطة دي لأن بتبين الرينج رود، يمكن ناس كتير تعرفه، وبتبين الهاي ويز والمين رودز، وإذا كان في بريدجز أو فلاي أوفرز ممكن نتعرف على بعض هنا الحاجات أهو. ده مدينة السلام، وده أبو زعبل ومسترد، وده اجريكلتشر الكسندريا اجريكلتشرال رود، وهنا الاسماعيليه كانال، وهنا السويس، وهنا نصر سيتي، وهنا العين السخنه، وهنا انا باين لكم الالتريز، وهنا الاوتوستراد، وهنا الطريق اللي رايح على الفيوم، وهنا المنصورية كانال. الحقيقة الخريطة دي خريطة بتبين الانترسكشن بتاع وسائل المواصلات including الترع ونهر النيل زي ما انتم شايفين. بعد كده هنتكلم على تطوير السكة الحديد، ويمكن تكونوا شفت الصورة دي قبل كده. هنا بقى الفيديو اللي انا عايزكم تسمعوه، لان طبعا الجزء ده من المحاضرة برضو بيخش في الأسئلة. يلا انجوي. في البداية خليني أقول لك مدى أهمية مشروع النهاردة. هيئة سكك حديد مصر واللي بيرمز ليها بسين حاء ميم هي واحدة من أكبر خطوط السكة الحديد في العالم، واللي بتنقل 1.5 مليون راكب يوميا، وبيعمل فيها 86,000 عامل. تم إنشاء خطوط سكك حديد مصر عام 1834، وبتعد واحدة من أقدم وأعرق خطوط السكة الحديد في العالم. تخيل مصر بتملك أول خطوط سكة حديد في أفريقيا والشرق الأوسط، وتاني أقدم خطوط سكة حديد في العالم بعد المملكة المتحدة، ومع ذلك عانت لإهمال طويل لمدة 30 سنة، وطبعا كل ده اتسبب في عشرات الحوادث في السابق. قرار تطوير شبكة قطارات ضخمة بالحجم ده موضوع مكلف جدا، لأنه ببساطة الشبكة القديمة سواء قطارات أو بنية تحتية أو محطات، فتقريبا معظمها كانت متهالكة وقديم ومحتاج يتجدد بالكامل. ضف على كده تقاعس الحكومات السابقة وإهمالها، كل دي تحديات ومعوقات كبيرة جدا. والنهاردة بيجي قرار عظيم بتطوير وتجديد الشبكة دي بالكامل، وده بالرغم من التكلفة الضخمة اللي بتتجاوز 224 مليار جنيه، وده مجرد جزء من خطة تطوير كل قطاع النقل العام في مصر بإجمالي تكلفة 1.5 تريليون جنيه. خطة تطوير خطوط السكة الحديد بتكون كالآتي. تطوير خطوط السكة الحديد بيشمل إنشاء خطوط جديدة وإزدواج الخطوط القديمة، والكلام ده بتكلفة 73 مليار جنيه. أما استيراد الجرارات والعربات الجديدة فبتكلفة 48 مليار جنيه. تطوير محطات القطارات والمزلقانات في كل الخطوط بتكلفة 23 مليار جنيه. كمان بيتم تحويل نظام الإشارات الميكانيكية إلى النظام الإلكتروني الحديث، وده بتكلفة 50 مليار جنيه. وعلى فكرة ده أهم عنصر في منظومة التطوير، واللي بيرفع مستوى الأمن والسلامة وبيمنع الحوادث. كمان خطوط السكة الحديد نفسها بيتم إحلالها وتجديدها بمسافة 10,000 كيلومتر، ده غير إضافة 1000 كيلومتر جديد للخطوط القديمة. ومن أهم الخطوط الجديدة اللي اتعملت هو أول قطار لنقل بضائع الحاويات
من ميناء السخنة لميناء غرب بورسعيد. والحقيقة موضوع ربط مواني البحر الأحمر بالبحر المتوسط لأول مرة ده موضوع عبقري شبيه بقناة سويس جديدة لكن في صورة قطر، وأكيد هيعزز مكانة مصر التجارية بشكل كبير الفترة الجاية. شباب طبعا لاحظتوا في الفيديو، في آخر حتة في الفيديو برضو زي ما الدكتور حسن قال، هو بيكونكت المشروعات القومية، ما هياش جزء منعزلة، هي عبارة عن ماستر بلان كبيرة حاجات كتير متعلقة ببعضها. بعد كده هنتكلم عن مونوريل القاهرة، وأنا في كل وسيلة من وسائل المواصلات أو من الوسائط اللي اتكلم عليها الدكتور حسن بعمل زي باراجراف كده. المونوريل قطاراته تسير على قضيب حديدي مفرد مثبت أعلى جسم كوبري ممتد، وطبعا انتوا شفتوا شكله كتير أكيد لو بتمشوا في تروحوا التجمع، وتعمل بالكهرباء. ومونوريل مصر ستسير قطاراته أوتوماتيكيا بدون سائق، وتتمتع بنظام تكييف عالي السعة ومزودة بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة. سرعته تصل إلى 80 كيلومتر في الساعة. وبعدين ويجري حاليا تنفيذ خطين بأطوال 98 كيلو، والأول العاصمة الإدارية الاستاد، والتاني 6 أكتوبر اللي هو الشرق والغرب اللي احنا شفناهم في الخريطة. أدي صورة المونوريل، بس ده ثانية واحدة كده، ده صورة المونوريل أهو، ودي أدي خط المونوريل العاصمة الإدارية بطول 56.5 كيلومتر، وأدي أسامي المحطات. هنا برضو محطات المونوريل، وهنا شكل المونوريل تاني، وده الفيديو بتاع المونوريل. الحقيقة الفيديو بتاع المونوريل ممل شوية، لكن يعني بير ويز مي هتتفرج على المسار بتاعه، لأنه الصور كانت متاخدة في مرحلة من الكونستراكشن الأولانية. برضو ده مترو القاهرة الكبرى اللي احنا طبعا معظمنا ركب المترو، ما اعتقدش ان في حد لنا ولا انتو يكون مركبش المترو. دي الخريطة الكبيرة بتاعته، خريطة جميلة، وهنا برضو فيديو جميل برضو عن التطور في
كده نتكلم على القطار الكهربائي السريع، هو اسمه LRT، وزي ما يعني اتقال معنى الثلاث حروف دول رايت لايت ريل ترانزيت. القطار الكهربائي المقصود به القطار الكهربائي الخفيف، عشان كده الثلاث حروف دول. ده بيوصل بين السلام والعاصمة الإدارية والعاشر من رمضان، طوله 103 كيلو، ويسير على خط سكة حديد مكون من قادمين، ويعمل بالكهرباء، وسرعته كام؟ 120 كيلومتر في الساعة. طبعا لو انت تقارن كده السرعة دي بسرعة المونوريل، هو أسرع من المونوريل حوالي مرة ونص، وآدي المحطات بتاعته، وهيوصل زي ما قال دكتور حسن لمناطق في غرب الدلتا، وآدي شكله، وآدي شكل تاني برضو ليه أهو، ودي المحطات بتاعته، وده برضو فيديو عن شبكة القطارات الكهربائية السريعة، والتي تتم في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسيع في إنشاء وسائل نقل بالجر الكهربائي سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، للمساهمة في تعظيم منظومة النقل الجماعي في مصر، وتسهيل حركة تنقل المواطنين، وتقديم خدمات نقل جماعية متميزة. شبكة القطارات الكهربائية السريعة تضم 7 خطوط جديدة. الشبكة الجديدة تمتد بأطوال 2000 كيلومتر. تكلفة الشبكة الجديدة بالكامل تصل إلى 23 مليار دولار تقريباً. سيتم تنفيذ مشروع شبكة القطارات السريعة على مرحلتين. المرحلة الأولى تشمل 5 خطوط بأطوال 1975 كيلومتر. المرحلة الثانية وتشمل خطين بأطوال 670 كيلومتر. أول خط بالمرحلة الأولى يمتد من العين السخنة حتى العالمين الجديدة بأطوال 460 كيلومتر. أول خط يربط مدن العاصمة الإدارية والسادس من أكتوبر والأسكندرية وبرج العرب والحمام. الخط الثاني يمتد من السادس من أكتوبر حتى الأقصر بأطوال 640 كيلومتر. الخط الثالث من شبكة القطارات السريعة يمتد من الأقصر حتى الغردقة بأطوال 285 كيلومتر. الخط الرابع يمتد من الأقصر حتى أسوان بأطوال 210 كيلومتر. الخط الخامس يمتد من العالمين الجديدة حتى مرسى مطروح بأطوال 200 كيلومتر. الخط السادس وهو يدخل ضمن المرحلة الثانية من شبكة القطارات السريعة ويمتد من العين السخنة حتى الغردقة بأطوال 320 كيلومتر. السرعة المخصصة للقطار الكهربائي السريع 250 كيلومتر في الساعة. هنا الأوتوبيس الترددي، وده الأوتوبيسات الترددية عبارة عن حافلات كبيرة تسير في مسارات محددة وزمن تقاطر ثابت، وبعضها يعمل بالغاز والبعض الآخر يعمل بالكهرباء زي ما تمت الإشارة إليه. حد عارف بقى البي آر تي دي الحروف دي معناها إيه؟ ها؟ مش قادرين تستنتجوا كده بالذكاء المعتاد بتاعكم؟ ها شباب رحتوا فين؟ ايه يا جماعه انتوا مش سامعيني ولا ايه؟ مع حضرتك يا دكتور سامعين، لكن مش قادرين مش قادرين تستنتجوا معنى الحروف. باص رابيد ترانزيت، هي كلمه رابيد بقى اللي هي ار مش ريل، رابيد. وده شكل الاتوبيس الترددي اهو، ودي المحطات بتاعته. بعد كده القطار السريع اللي هو قطار فائق السرعة، وشبكة القطارات السريعة الجاري تنفيذها في مصر محدد سرعتها تصل إلى 250 كيلو، وتعمل بالكهرباء، ويسير على شريط سكة حديد منفصل تماما عن الحركة المرورية الجانبية، وتتربط شبكة القطارات السريعة المخطط تنفيذها كافة محافظات الجمهورية. وده شكل القطار السريع، وهنا بقى الخريطة الجميلة دي اللي بتبين ثلاث أنواع من المحطات: محطات القطار السريع اللي بنتكلم عليه، ومحطات الإقليمية التقليدية، ومحطات إقليمية مستقبلية. ممكن نكبر الشاشة ونشوف كده بعض الأماكن أهو. هنا في إيه؟ في العين السخنة العاصمة الإدارية،
محمد نجيب 15 مايو جنوب الجيزة، أكتوبر محور الضبعة، السادات، وادي النطرون، النبرية، برج العرب والحمام والعلمين والعامرية والإسكندرية. ودي آخر سلايد عندي، وكده تنتهي الليكتشر النهاردة. لو في أي أسئلة ولا حاجة، أنا أو كومنتس، I am available. شباب دكتور، أنا واحد دكتور، أنا عندي سؤال بعد حضرتك. تفضل يا فندم. أنا طبعا مبسوط أوي بالمحاضرة دي، يعني محاضرة عظيمة جدا، ويعني كان في حاجات كتير أوي مش يعني مش فاهمها بتحصل ليه أو كده، بس أنا فرحان أوي يعني إن في حاجة زي كده بتحصل. أنا مبسوط إنك أنت فرحان. إيه بقى السؤال؟ ها شباب، فين السؤال؟ هو بس دي الكومنت. هلو، حد عمل لي ميوت. ان ميزانية الدولة ما يعني ما فيهاش استثمار تعرف تعمل كل الحاجات دي، وبتعملها كده ازاي؟ يعني ازاي الدولة اصلا هي مش عارفة تدير نفسها؟ يعني مثلا السكة الحديد مصر مثلا عليها ديون قد كده، والمشاريع التانية ليها عليها ديون كتير قوي للدولة. طب الدولة بتجيب فلوس منين ان هي تسد كل الحاجات دي وتشغل كل الحاجات دي؟ غالبا جبت السؤال ده. انا يو ريمايند مي، انا اجيب لك فيديو بتاع مجلس الوزراء بيبين السؤال الجميل ده، اللي هو valid question، بس هم they have their own way to يعني to finance البروجكت دي خلاص. لكن يعني مش معقول دولة يكون فيها خبراء وفيها تكامل في المشروعات وتبقى ما عندهاش إجابة السؤال البديهي ده. فهم they can generate finance from different sources. فممكن إحنا أنت why don't you do an exercise، وروح اسأل جوجل كده إزاي الدولة بتمول المشروعات وإزاي يكون عندها فلوس تعمل كل الحاجات دي مع بعض. ولو ما لقيتش الإجابة اسألني المحاضرة الجاية، ولو لقيت تخليك أنت شخصيا. أنت اسمك إيه بقى؟ هلو. اسمي فؤاد. والنبي يا فؤاد، لو عرفت الإجابة you communicate with me personally، بحيث إن إحنا ممكن نعمل زي very small discussion، عشان السؤال بتاعك ده very very interesting question. هل كده يعني are you satisfied؟ هو طبعا الإجابة لسه، بس هل أنت كده عرفت هنعمل ايه عشان نعرف نجاوب على السؤال الجميل بتاعك ده؟ دكتور ان شاء الله حضرتك. تمام. انا بس هنا عايز اتكلم في حاجة قبل ما اخلص. عاوز اتكلم على لان كنت you have to start very very soon في موضوع البروجكت ريبورت والميديا ريبورت. فبعد اذنكم أنا بس I will look for it، أدور عليه. دكتور طب ممكن تعمل صغير قبل ما حضرتك تبدأ في بورت البروجكت؟ أيوة تفضلي. ممكن حضرتك تبعت لنا السلايدز بتاعت الترانسبورتيشن اللي هي بتاعت لكتشر النهاردة دي، اللي هي فيها المونوريل والقطار السريع والبي ار سي والال ار سي؟ حاضر، I will send it right away after the lecture. Thank you for asking. اوكي ميرسي. حضرتك والبوست ايت اون تيمز ولا ايه؟ نعم، حضرتك والبوست ايت اون تيمز ولا ايه؟ حطه في الفايلز بتاع التيمز، وهي دي المكان الديبوزيتوري اللي احنا بنحط فيه كل حاجه. واخد بالك من كلامي؟ ايوه تمام يا دكتور. ماشي، شكرا جدا يا دكتور. You are very much welcome. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا طبعا الكلام ده repetition، but I like to repeat for very good reason. معلش أنا مكمن الفايل زي are scattered in different places، فI need some time to look to look it up. اهو
تمام. دلوقتي انا عايزكم تبصوا معايا اهو على اللي انا هوريه لكم دلوقتي اهو. شايفين ايه يا شباب؟ هلو. البروجكت ريبورت سبيكس. You are required to submit a group report. هو في two different reports. ده واحد تاني. I will explain each one separately. You are required to submit a group report where the number of participants can be from 4 to 6. Students in each group can be different specializations. The subject of the report is about Egypt's mega projects. The following are some important content and format issues. طبعا اللي خد معايا الكورس قبل كده 112 ده اللي هو الماتيريال بتاعتي somebody else is teaching هيعرف ان احنا we need a front page that includes 4 pieces of information, العنوان والتاريخ واسمي واسم الجروب. You may use a graphics on the title page. The following sections are expected. انا هدور على الكومبوننتس عشان تعرفوا انا بصلح الريبورت ازاي. بدور على الانترودكشن ريفيو بس اللي انا معلم عليهم اصفر دول كل واحد فيهم عليه درجه. لازم تكتب يور اون ريفليكشن, انت مش بتعمل كات اند بيست بس. ولازم تكونكت البروجكت للاستراتيجي والاس دي جيز. وبعدين الريبورت يبقى من 5 ل 10 صفحات. ولازم يكون في صور او خرائط او رسومات بيانيه. وبتستخدم الديفولت اوف الثيم اللي لو فاكرين المحاضره بتاعت رايتنج ويز كمبيوترز. وبعدين all titles are from the styles gallery عشان كده you are expected to generate list of contents or list of illustrations وgenerate list of references. وكل references مفروض يبقوا في سنه 2022 لان المشروعات بتتطور بصفه سريعه فلازم تكون المراجع recent. You should get the content of the course. انت هتقول لي انت عايز تكتب في موضوع ايه بس غالبا ده ما بياخدش وقت لان طالما انت هتتكلم على ميجا بروجكت يبقى السبجكت بتاعك السبت. المفروض you start submitting from the 7th lecture تقريبا في وقت الميد تيرم كده. واخر واحد بيبقى يتقدم في ال 13th lecture. لو كل سنه الناس بتتاخر فبمد بس يا ريت الترم ده يعني لما يجي المحاضرة رقم 13 يبقى يكون كل الحاجات متقدمة. طب ايه اللي انتوا شايفينه هنا ده؟ ده نوع تاني من انواع الريبورتس اسمه Projects Media Report. ايه اللي حصل بقى؟ ان انا I will provide you برضو في الفايلز بتاعت التيمز PowerPoint presentations انا عاملهم عشان يتكلموا على الايجيبشن ميجا بروجكت في الميديا بالاضافه للمحاضره طبعا. فادي الانواع اللي انا انواع البروجكتس اكوردنج تو ماي اون كلاسيفيكيشن. فانت هتاخد الباوربوينت برزنتيشن وتستخدم 50 سلايد وتعمل ايه بقى؟ تكروب البيبر النيوز بيبر كليب وبعدين تستخدم سلايد بنفس الترتيب اللي انا حاطه في البرزنتيشن لان انا حاطه بكرونولوجيكال اوردر لان انا ببص على الجورنال كل يوم وبحط حاجه ورا حاجه بنفس الترتيب الزمن. وبعدين ده مدي لك مثال اهو. انا بعد ما عملت الكروب قريت العنوان واختصرته بالانجليزي اهو. يبقى انا حطيت اول حاجه العنوان ادي اللي مطلوب اهو حتى ممكن اعلمه بالاصفر اهو. وادي الكلاسيفيكيشن وادي الايه الكابشن بتاع السلايد. وهتلاقي الحقيقه بتوع الميديا دول بيعملوا حاجه غريبه قوي. بيكتب لك عنوان تطوير المواني البحريه المصريه لكن لما تخش جوه الارتكل بتلاقي يمكن في حاجات تانية غير العنوان. فانا I like you to choose whatever you like from the text not from the title وتكتب السمري اللي انا كاتبه in the format of a caption for the photograph. هل كده وضحت الامور؟ هلو. يبقى انت you have to choose يا اما ده يا اما ده. خلاص يا شباب يا جماعه انتوا معايا ولا مش معايا؟ اه
تمام. اوكي، لو في حد عنده اي سؤال ولا حاجه. اوكي دكتور، هو في اللي هو الميديا ريبورت، ايوه كده هي بتبقى مجموعه سلايدز واحنا بناخد السلايدز دي، وهو برضو بس يعني بنكتب الديت وكده والكابشن وبس كده على السلايدز على طول، ولا بنعمل حاجه تانية؟ هقول لك دلوقتي غالبا الباوربوينت اللي انا هبعتها لك، اللي انت او البي دي اف اللي انا هبعته بيبقى فيه حوالي 200 سلايد، فانت هتاخد 50 منهم، يستحسن تقسمهم 50 50 50 عشان ما يحصلش اوفرلاب بين النقط، يعني ما تختارش 50 على مزاجك. كويس انك سالتني السؤال ده، يعني في ناس هياخدوا من 1 ل 50، وناس هياخدوا من 51 ل 100 وهكذا. اوكي يعني نقي 50 وهم دول هنعمل عليهم اللي هم اللي نكتب الثلاث نقيهم، حاجات اللي. هو السلايد حوالي 200، فانت نقيهم بحيث يبقى يا اما في اول 50، يا اما في ثاني 50، يا اما في ثالث 50، يا اما في رابع 50. تمام كده؟ تمام، يبقوا كونسيستنت يعني، مش حاجات متبعطه. لا لا، يبقوا ورا بعضيهم، بحيث ما ينفعش واحد يختار لي من 25 ل 75، كده هي اوفرلاب مع اللي قبليه واللي بعديه. اوكي تمام، فهمت حضرتك، شكرا. هل في حاجه تانية عايزين تسالوا عليها؟ دكتور لو سمحت، اتفضلي. هو احنا في الحالتين العدد بتاعنا هيبقى من 4 ل 7؟ لا، من 4 ل 6، بلاش 7، من 4 ل 6. On average كده 5. تمام؟ ومش عايز واحد يعمل زي الدكتور يقول لي انا مش لاقي حد اشتغل معاه، ممكن اقدم لوحدي؟ لا، it's a group work. النمره اللي هتاخدوها كل اعضاء الفريق هياخدوا نفس الرقم، والنمره دي من 10. تمام، ده في التو اوبشنز صح؟ بالظبط كده. طيب شكرا. في حاجة تانية عاوزة تقوليها يا ماي؟ لا شكرا يا دكتور. طيب if you don't have any questions or comments، على فكرة اوكي if you don't have any comments or questions we meet you next week ان شاء الله. اوكي يا شباب، يلا السلام عليكم. تمام. اوكي يا فاطمة. السلام عليكم. السلام يا فاطمة بنتي.